أما بنهاية صباحنا سلمى رح نضل بالأجواء الجميلة ونروح للفن التشكيلي، هذا الفن الراقي المحبب للناس، لناس كتير دائما بنقول عنه الفن الروحاني. بتحسي كاركتر الفنان التشكيلي عنده روحانيات كتير حلوة، ممكن يعمل لها أسقاط على هي اللوحة، واليوم فنانتنا من هدول الأشخاص. أكيد رشا، مو بس رح نحكي عن الفن التشكيلي، رح نقول كمان أنه هي تناولت مواضيع عديدة ومهمة، واليوم عم تتوجه لتجربة مختلفة من خلال إقامة الورشات عمل لتعليم الرسم للأطفال. ولنحكي أكثر عن هذا الموضوع بسرنا نرحب بضيفتنا الفنانة سماح زرزور. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. صباح النور يا حياتي. صباح الخير سماح، كيفك؟ تمام الحمد لله. اهلا وسهلا فيك. الله يسلمك. خلينا نبلش من الورشه الاخيره اللي كنتي عم تشتغلي عليها بتعليم الاطفال. تمام. هلا هو دائما هو الفن هو لغه عالميه التواصل بين البشر، فانت بتتخيلي قديش اللوحه بتوصل كثير مشاعر حلوه واحاسيس وتفريغ طاقه وقت الانسان بلش يرسم او المتدرب. فنحن انا كثير حبيت اعمل هي الورشه لحتى انه الشيء اللي تعلمته انا وصله للطلاب اللي عندي. هو بالنهايه الرسم هو شغف وحب، حب الرسم عندي اياه هو شيء كثير اساسي بحياتي. فكانت تجربه حلوه انه هلا انا عم ساويها، اللي عم يستقبل طلاب من كل الاعمار بمرسم هيك متواضع عاملته، فانه بعلمهم. بيجي الطفل لعندي او الكبير انه بنشوف كيف نقاط القوة عنده ومنشتغل عليها. طبعا اي حدا بيجي لعندي على المرسم هو غالبا بيكون بيحب الرسم، فيعني حيسمعني حيفهم علي شو عم بقول له، كيف بنعلمه، كيف نحن مثلا بدايه كيف يقسم الصفحه، كيف يحط التكوينات، كيف يحط الظلم والنور، كيف يمسك القلم مثلا او الريشه، دمج الالوان. فهيك يعني كانت تجربه جميله وانا كثير مستمتعه فيها. اكيد نحن عم نشوف حضرتك عم تحكي، عم نشوف مقتطفات من طبعا للاطفال صور لهم. قد ايه يعني هيك اليوم مهم هذا النشاط، مو بس انه نحن عم يتدربوا على الرسم، كمان قديش بفرغ طاقه يمكن سلبيه بهذا الوقت، بخليهم يخرجوا شوي من عالم الشاشات اللي صاروا محبوسين قدامها. تمام. هلا هو وقت الطفل انا او الكبير عم يجي لعندي عم يفرغ هذا الشيء على شيء ابيض، هو عم يرسم الشيء اللي بيحبه. انا عاده اي طفل او كبير بيجي لعندي بقول له ارسم الشيء اللي انت بدايه اللي بتحبه. في ناس بيحبوا يرسموا فورا الطبيعه الصامته، في ناس بيحبوا يرسموا الوجوه، في ناس بيحبوا يرسموا يعني الفلان كرتون يعني هالقصص. فتمام، فكل حدا له شيء محبب يرسمه. فدائما هو الرسم هو انت عم الوقت هذا اللي عم يروحوا على شغلات بيروحوا على شغلات مفيده، بانهم يرسموا، بانهم يعبوا هذا الشيء، بانه انت تعلمهم اياه بطريقه صح، انهم يتواصلوا مع بعض يعني. تمام. وحتى انه هي الالوان اجمالا هي تعطي سعاده، تعطي طاقه ايجابيه، تعطي يعني هو هرمون الالوان كثير حلو. عالم الالوان عالم كثير كبير، فكثير الطفل او اللي عم يرسم عندي كثير عم بحس انا في تفاهه، حتى انا عم بنبسط انه لما عم يطلع معه شيء حلو عم يتشجع اكثر انه يقدم شيء احلى واحلى. طيب اليوم هدول الاطفال يعني انت اليوم استقبلتيهم من كل الاعمار، فين نقول من 4-5 سنوات واكثر يعني، ورحتي معهم بهي الرحله، يعني في متابعه لهم فيما بعد، شجعتيهم من خلال معرض مصغر حتى لو انت انشاتي كرمال يعرضوا هدول اللوحات؟ طبعا. هلا هو نحن وقت كل حدا بيرسم شيء طبعا كل ما عم يتطور، فاكيد وعدتهم بمعرض خاص فيهم انه مشان يتشجعوا اكثر ويتنوا. هلا انا بيجوني اوقات يعني حتى اطفال صغار بلشوا معي انه كم درس بلشوا بالالوان والخشبي، ففورا لقيت عندهم موهبه يعني ما شاء الله، يعني شيء بتحسي عن ابداع يعني. ففورا بلشت لهم مثلا بالمستوى الاكبر بشغلات اصعب يعني، ومشوا فيها وحتى هنا عم يتفاجئوا بحالهم انه احنا رسمنا هيك، احنا عملنا هيك. فبتلاقي عندنا مواهب حلوه، بس بدك ان نحن نعرف كيف ننمي لهم اياها ونحببهم بالشيء، انه شوي شوي بدنا هي تكون اسلوب. هو بالنهايه هو احنا الرسم هو شغله تسلاي مش واجب او شيء، فهو لازم الواحد انه يعمل كل شيء بيحبه، بتحب هذا الشيء يعمله يعني. ولما تكون انت مرتاح بالشيء اللي عم تعمله، فرغت الطاقه بالرسم، فانت حتكون نفسك مرتاحه، فهتلاقي الطفل مرتاح وحيعمل، حيكون مرتاح مع اللي حواليه. اكيد. طيب خلينا نروح شوي لسماح. سماح، برصيدك عديد من اللوحات وايضا المعارض والمشاركات، خلينا نحكي اكثر عنك. تمام. هلا
انه هلا انا اجمالا بالفن التشكيلي بدايه بلشت ارسم كل شيء، كل المدارس بالفن التشكيلي، حتى انه تعلمها كلها بتفاصيلها. لقيت حالي دائما الفنان هو بيرجع المدرسة ذاته، بيلاقي حاله ببصمه معينه اوقات هيك. انا لقيت حالي بالمدرسه التعبيريه بالاضافه الى فن الديكور، انا كثير بحبه هلا هيك الالوان والدارجه هلا والدمج وسكب الالوان كمان كثير بحبه. وبالإضافة الى انه الانثى هي دائما اساسيه بلوحاتي، انه هي كمان عاشت الانثى اجمالا، هي حدا بتحمل الصراع، بتحمل شغلات كثير مرقت عليها، فهي الانثى حلو تحطيها بكل حالاتها باللوحه. يعني كثير بحب تكون هي اساسيه غالبا يعني بلوحه باغلب لوحاتك. ايه كثير بحسها. قلتي انك يعني جربتي كل المدارس، تعلمتي بالرسم بكل المدارس الرسم، ولكن رجعتي للتعبيري. طيب. اليوم كيف الفنان التشكيلي بيلاقي نفسه انه انا ابداعي ممكن اعمل له اسقاط بهي المدرسه؟ هلا هو لانه بتضله بيحاول، بتضله بيرسم، بعدين انت وقت تحطي لوحه قدامك بيضاء، بتمسكي ريشه بترسمي، بتلاقي حالك بترسمي الشيء اللي بتحبيه. بالنهاية أنت رسمتي كل شيء، رسمتي كل المدارس بكافة التكنيكات أو التقنيات، في الباستل، الأكليريك الزيتي، أنا مثلا كثير بحب الأكليريك والزيتي غالبا بلوحاتي، فبلاقي حالي يعني لقيت حالي إنه أنا بحب هاي المدرسة، لقيت حالي إنه الشيء اللي بحب أرسمه موجود بالمدرسة التعبيرية. يعني عم نشوف هيك مشاهد من لوحاتك وأيضا من مرسمك، في تنوع جميل جدا بالالوان. عم حاول القط شو اكثر لون مثلا او شيء تعبيري واضح عندك، لقيت انه انت مستخدمه كل الحالات اللونيه يعني. صح صح. فعليا بكل تدرجاتها. خلينا نحكي اليوم عن رساله اللون، قلتي كمان انه انت بتحبي الديكور، يعني هلا عم شوف احد الرسمات اللي هي شوي هلا صارت يمكن تزين الجدران، اليوم ممكن الرسام يعمل ديكور كامل من لوحات موجوده. تمام. هلا هو صح الفن بالفن التشكيلي لازم يكون الفن له بصمته الخاصه بالمعرض، او انه يكون له روح وحده بلوحاته. هلا طبعا انا اتجهت للمدرسه التعبيريه، بس بالنهايه الناس اذواق، يعني انا بحب ارسم كل شيء لانه كل انسان بيحب شيء. هلا حتى الالوان انا بحب الالوان دائما اللي بتعطي سعاده، بتعطي جمال للمكان الموجوده فيه. بس مستخدمه كل شيء، الاسود والرمادي والالوان الفاقعه والحاره، كل الالوان. تمام. انه هذا الشيء بيرجع للمكان اللي حتحط فيه اللوحه. في ديكورات هلا مثلا بالبيوت، انه مثلا ديكورات هلا المودرن مثلا فيها ساده او بحبوا الرمادي والاسود. في اماكن بنحط فيها الحاله التكعيبيه تكون هي بتعطي جمال لها، فكل وكمان الناس اذواق. هلا انا بيجي مثلا عندي حدا مثلا بتعجبه لوحه تاني انه لا بيميل، يعني هو اذواق الناس، فانا برسم كل شيء، وهو بالنهايه الوان كلها طاقه، يعني حتى اللوحات الحزينه حلوه، اللوحات اللي بتشد يمكن اكثر من لوحات. كل شيء له جو. تمام. كل شيء له جو، كل شيء بيعطي جمال للمكان الموجود فيه، بيكون متناسب معه. طيب سماح، ذكرتي انه انت من خلال المعارض بتحاولي انه بكل لوحاتك تظهر بصمه خاصه لإلك وحده تكون. طيب اليوم ما بتخافي من التكرار؟ يعني انا اليوم كمتلقي او كزائر للمعرض حس انه انا سماح مكرره حالها، يعني بروحانيتها بكل لوحات. هلا بس له بالنهايه تختلف الالوان، تختلف التفكير باللوحه وانت احساسك باللوحه، شو انت خاطرك، لا بيختلفوا يعني. حتى لو كبش بيكون في دائما في شيء مختلف باللوحه، وعالم الرسم مع هو فضاء كثير كبير وواسع، في حالات كثير ممكن تكون حركه صغيره بنحطها باللوحه، اوقات ممكن اللوحه اذا كانت غامضه تستوقف عين المشاهد لها، فكمان الغموض حلو اوقات، حوقات حلو الوضوح، كل شيء له شيء يعني. بس لا هو بالنهايه في لوحات بتحكي عن السلام، في لوحات بتحكي عن الحزن، في لوحات يعني كل حدا له موضوعه بحركات معينه او اضافات معينه بالرسم. اكيد دائما بنقول الفنان ابن بيئته وابن محيطه، وبشكل عام بيتاثر بكل شيء عم بيصير حواليه. شاركتي بمعارض عديده، هلا يمكن شفت من احد اللوحات كانت للقدس، يعني اليوم كمان خلينا نحكي عن اهم المعارض اللي شاركتي فيها او اللي عم بتحضري لها قريبا. هلا تماما، هلا دائما احنا كل شيء عم نعيشه بياثر بالفنان. هلا مثل سوريا هي حكايتي، هي انا الصراع اللي عشته، اكيد انا عشت لوحات معبره من لوحاتك، وخصوصا رمزيه سوريا والانثى اللي عملتيها بعدد من اللوحات. لانه كمان الانثى بالشيء اللي مرقنا فيه، هي من اكثر يعني كثير، كان سواء كانت الام او الاخت، اخت الشهيده او اخت او ام او الزوجه المربيه، هي كثير عاشت شيء يعني صعب، فاكيد هي حتكون اساسيه.
والشيء اللي عشناه مو سهل، باضافه انه كمان فلسطين هو وطننا يعني وهن اخواننا، فاكيد لازم احنا لازم اقل شيء اقل تحيه من الفنان له انه ممكن يقدم لهم هذا الشيء، فاكيد احنا متاثر فيهم. وحتى في بايام الحرب كانت صعبه كثير، كنت لاقي المعرض كلها حزينه الوانها كلها باهته، لانه ما بيقدر الفنان ما يتجاوز هذا الشيء اللي عم يشوفه، ما بيقدر ما يعيشه ويحس فيه ويعمل اسقاط على شغله، ولحاله بيلاقي هو اختار الالوان اللي هيك يعني اللي بتعبر عن الحاله يعني. تماما. طيب اليوم سماح اذا بدنا نروح حكينا عن المعارض انه هي بوابه اليوم لعرض اعمالك لحتى الناس تشوف شو مشتغلي سماح، تتلقي الاعجابات تتلقي الانتقادات الايجابيه، ولكن ايضا اليوم السوشيال ميديا بوابه لكم لعرض اعمالكم، يعني ما بتحسي اليوم اخذ السوشيال ميديا شوي من المعارض؟ هلا تماما، بس كمان السوشيال ميديا هي كثير كانت شيء ايجابي بالفن التشكيلي، لانه احنا صار عندنا احتكاك قوي بانه نتعرف على حتى على مستوى العالمي على كل شيء جديد، حتى العالم انه يشوفوا شو عندنا جديد نحن شو عم نقدم، حتى في باسلوب تعليمي كمان، في طرق جديده، في تكنيكات بالرسم، في اضافات كولاج ممكن تنحط باللوحه، يعني انا بالنسبه لي كثير السوشيال ميديا كانت ايجابيه لي باني اتعلم واني اوصل الشيء اللي انا تعلمته كمان. وعرضتي لوحاتك؟ تمام. هي بقى انا بحس بالعكس هي شغله كثير ايجابيه وكثير منيحه، المعارض حتى نحن عملت اضاءات بالمعارض، وعلى في ناس هلا عندنا بتروحي على المعارض ممكن يكونوا طلاب جدد انه هن عندهم موهبه فبتسلط الضوء عليهم بطريقه كثير حلوه، عندنا كثير مواهب حلوه بسوريا، بس انه هنا قصدت بدها هيك انه نشوفها، فاكيد هذا الشيء السوشيال ميديا كان شيء كثير حلو لانه نتعرف عليهم اكثر كمان، لانه كان دعم للمعارض خلينا نقول. تمام. يعني تمام، لانه مو كلنا على طول مثلا عندنا وقت احنا نقدر نروح نحضر المعرض، فممكن نتابعه عن طريق النت ونشوف كل شيء جديد، فهالشيء كثير منيح. صحيح. طب خلينا نحكي انه اكثر بتفضلي المعارض الفرديه الخاصه اللي بتكون هي للفنان كاملا تعطيه مساحته الحره ليعرض اعماله، او المعارض المشتركه؟ هلا كل شيء له ميزه، هلا دائما طبعا مثل ما قلتي انه كذا كان خاص، فانت بتكوني انت مسلطه الضوء عليك لحالك، فانا بتعرضي كل شيء بتحبي. تمام. بس كمان المعارض الجماعيه انا كثير بحبها صراحه، لانه منها بتتنوري وبتشوفي شو جديد، تتعرفي على فنانين، بتشوفي كمان احنا كفنانين بنتعلم من بعضنا، بتشوفي يعني شغلاتك بتتعلمي من فنانين، بتتعرفي على وجوه جديده كمان، يعني هو كل شيء له شيء مميز فيه. صحيح. له سلبيات وايجابيات. تمام. اكيد اليوم وقت اللي بنحكي عن الفن التشكيلي عم نحكي عن واقع يعني ابداعي جدا جميل في سوريا، واليوم من حضرتك ومن خلال كلامك يعني ذكرتي انه احنا عندنا طاقات جدا حلوه، عندنا بحاجه لدعم، بحاجه لتسليط ضوء اكثر ومهارات اكثر، اليوم شو اهم المشاكل اللي ممكن انت تصادفك كفنانه تشكيليه؟ هلا ممكن هلا بحكم الظروف يمكن شوي بنلاقي مثلا بالمواد شوي عندنا مشاكل، انه نلاقي المواد اللي احنا اللي انه هلا صار في شوي صعب نلاقي المواد اللي بدنا اياها، كمان يعني في شغلات هيك معينه، بس اجمالا الفنان اللي بده يرسم بيرسم، اللي بده يوصل الشيء اللي بده اياه بوصله، يعني مثل ما قلنا السوشيال ميديا اذا ما قدر يعمل معرض ممكن يعرضه على النت، انه في كثير في شغلات كثير يعني ما بتكمل، بس انه في شغلات اكيد بتغطي على شغلات بتعوض عنها فيها من خلالها. يعني صباحنا اليوم كان ختامه مثل ما بيقولوا لمسه فنيه مع الفنانه سماح زرزور، بدنا نتشكرك على وجودك معنا وعلى كل هيك مثل ما بيقولوا اللمسه الحلوه اللي شفناها والمشاهدين تابعوها. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا لك سماح، بنتمنى لك التوفيق بمسيرتك الفنيه وتضلي هيك كوتش جميل لهدول الاطفال، تعطيهم من ابداعك دائما. تسلمي كلك، شكرا.